جو مشاوي بارون هاكوب علوح. خلنا نطول حبة. هاي هون البسترما متن مع بعض كسيراتشا. هاي الأرماني من غير مقارنة فهم جيدين. نبلش بجو مشاوي اللي بنعرفها واللي بحبها الصراحة. السلام عليكم يا قوم، اخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. قبل ما ندخل باجواء الحلقه، اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل احلى اشتراك واللايك من اجله لنهايه هالحلقه اذا عجبتكم. يلا نبلش. فكره حلقه اليوم السجق او السجق الارماني. بدنا نجرب السجق من محلين. ثلاث اصناف رئيسيه، تعالوا نشوفهم بالاستديو. على الاستديو بارون هاكوب وجو مشاوي. جبت من عند كل واحد للمقارنة ثلاث أصناف، ألا وهم السجق الأرماني والسجق العربي والبسطرمة. وجبت أشرب معاهم كاسة تمر، تمر هندي. طيب يا جماعة الخير، نبلش باللي بيحكوله السجق العربي من عند الاثنين. في اختلاف بالخبزتات بالخبزتين. هاي خبزة حمام اللي بنعرفها، وهاي خبزة أقرب للفينو أو يعني زي الفرنسي بس رفيع، قسم السجق العربي. السجق العربي عند جو مشاوي اللي هو اللي بنعرفه هيك ومخلينه بهذا الشكل. عند بارون شوي مختلف أو فعصينه أو يعني فاهمين. عند الاثنين جوا الساندويتش في مخلل وبندورة. نبلش بجو مشاوي اللي بنعرفها واللي بحبها الصراحة. بسم الله. سعر هاي الساندويتش عند الاثنين دينار ونص. نشوف عضة. جو مشاوي حاطين بالسندويشة صوص، وصراحة من أول لقمة هون بيّن معي جودة السجق هون مختلفة عن هون. أعطيها بس كمان فرصة نشوف. هذا أحد الصوصات اللي بتاكل مع هالسندويشات. اللي جذبني أكتر طعم السجق هون الصراحة. أنا مش خبير سجق أحكي لكم هون أعلى، بس هون طلع معي عضة مثلا تساوي في السجق يعني أثناء هون حبيت الخبز أكتر أو حبيت طراوة الخبز. يعني نروح اللي بعده ونرجع لهم. البسطرمة، البسطرمة من عند الاثنين. خلنا نشوف، خلنا نطول حبة. هاي هون البسطرمة متن مع بعض. أوكي، فهمنا الجو، فهمنا المبدأ. هما تقريبا كحجم نفس الحجم، واحدة أطول واحدة أعرض شوي. نبلش بالبارون. برضو مكونات السندويشة مخلل بندورة بسطرمة. هون مخلل بندورة بسطرمة برضو. بسم الله. نروح لجو مشاوي نشوف عضة. نعطيها واحدة سيراتشا. روح هون. سعر البسطرمة عند الاثنين دينارين برضو. دوق البسطرمة لحالها. هاي البسطرمة من عند جو مشاوي، البسطرمة من عند البارون. بسم الله. نروح للي بعده ومنحكي. السجق الأرماني جو مشاوي، هون البارون. بسم الله. الأرماني عند جو مشاوي اللي عصاج هاي بدينار ونص، وعند البارون هاي بدينارين برضو عصاج. عند جو مشاوي في اللي على الفحم بسعر دينارين، بس أنا طلبت صاج صاج يعني نفس الفكرة. نجرب من هون عضة. بسم الله. جو مشاوي من الثلاث سندوشات الوحيدة اللي ما فيها صوص البسطرمة. خلنا نحط هون صوص كمان. بسم الله. نروح للي بعده ونرجع لهم برضه. هاي السندويشة من عند البارون اللي هي شاورما السجق. المفروض عند جو مشاوي برضه كان في شاورما سجق، بس لغوا هذا النوع من الشاورمات. بسم الله. كشاورما سجق، وانا اول مره بدوق هذا الاشي. قويه، طعم التوم مع بندوره والشاورما حاره. شاورما السجق هون حصير اروح اجيبها. هلا بنرجع للاصناف الثانيه، بس شاورما السجق قويه. طيب يا جماعة الخير، السجق العربي هذا عند جو مشاوي وهذا عند بارون. بلا طول سيرة، السجق عند جو مشاوي خصوصا العربي هاد صراحة هون أقوى، والسندويشة فيها صوص خاص فيهم كتير زاكية. جو مشاوي واحد. الأرماني
الأرماني حاسه هاي الأرماني نور أشوف بالله معقول عربي أوكي أوكي منيح منيح منيح. هون شو صار معنا؟ شفتوا اللبكة هاي؟ فهمت إني كان آكل أرماني بدل العربي أو اللي بيحكولها عند بارون كلاسيك سوري أو سوري كلاسيك. وطلع شكل العربي عند بارون أو السوري عند بارون بيشبه الأرماني عند قومشاوي. أنا دخلت في الحيط، أنا كنت أفكر نفس الإشي حيكون عند المطعمين. طلع طعم هاي العربي زي طعم الأرماني عند قومشاوي، يعني سندويشتين بمسميين مختلفات. وعشان طعم هاي السندويشة قريب من الأرماني في قومشاوي أخذت معنا نقطة. روح نقطة هون نقطة هون 2-1 لقومشاوي. وعدينا على الأرماني لأنه إحنا كنا مجربينها يعني مرتين ثلاث، فخلص قلنا نروح للبسطرمة. كمله نروح للبسطرمة. شوف قومشاوي البسطرمة عند قومشاوي حس إنها من مطعم أو من محل. البسطرمة عند بارون صراحة حاسس إني بقدر أشتريها من المول. طعم البسطرمة هون عجبني أكتر صراحة. كمقارنة قومشاوي أخذها ب3-1. ممكن فضلت هاي الخبزة أكتر كجو أو سهولة بالتعامل، بس هون برضو مش سهلة، يعني خبزة الحمام متعودين عليها ومنعرفها ومنحبها. هلأ إذا بدنا نحكي من غير مقارنة، تعالوا نحكي إذا بدنا نحكي عن هدول من غير مقارنة فهم جيدين، ما مالهم إشي، وبالعكس يعني ممكن أكلها وأستمتع فيها. بس بالمقارنة قومشاوي يعني تحدى الصعاب الصراحة، وثابت على موقفه. أنا باكل منه من سنين، قومشاوي كما هو وقوي. بيني وبين حالي يا جماعة الخير ما تحيزت للطعم اللي أنا متعود عليه، بالعكس كان السجق هون وضعه أسلس، موصل الفكرة بشكل أكبر. صح إحنا غلطنا في واحدة من المقارنات وأنا كنت مستغربها الصراحة، حس إنه في تنتين نفس الإشي، بس رجعنا قارنا وعدلنا وأعطينا نقطة للبارون. هلأ بسندويشة الشاورما اللي هي الصنف الرابع من عند بارون، ألا وهي سندويشة سجق أو شاورما السجق، صراحة قوية جدا. يعني أعتقد لو إحنا بالمنافسة يعني كانت حتفوز. الطعم كتير واصل صح، دومة صح إلى آخره. السندويشة كتير حبيتها، الخبز اللبناني. أنا استمتعت في الحلقة اليوم وحسيتها خارج المألوف. ما في فرق بالأسعار إلا بسندويشة الكلاسيك أو اللي بيحكوله السجق العربي عند قومشاوي بدينار ونص، الصاد دينارين عند بارون. ففهمتوا كيف الجو؟ كل واحد إله خبزته، كل واحد إله جوه. صراحة فضلت او حفضل وحستمتع اكتر بالعادة بقومشاوي. اروح على البارون اكل سجق شاورما صراحة، يعني اول مرة بدوق سندويشة زي هيك انا كسجق وشاورما، وجو هذا كتير ظابط والى اخره. اذا جربتوا احد هاي المطاعم اكتبوا لنا تحت في الكومنتات شو رأيكم، وشو رأيكم بالسجق اجمالا او بالارماني وهذا النوع من الاكل. نضبضب الوضع وبرجع بحكي معاكم. وبس والله يا جماعة الخير ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وهذا النوع من الاكل الارماني او السجق بصراحة اختلاف وإشي جديد يعني بنجربه. طيب يا جماعة الخير، قرأت بوست وقلت لازم أشاركه معكم. لا يعلم هذا الاحتلال حتى اليوم وبعد 7 عقود أن فعالية القائد الشهيد لدى الفلسطيني أكبر من فعالية القائد الحي، وأن رمزية القائد الحي مسؤولة ورمزية القائد الشهيد قطعية. لم يتعلم عدو غبي وهذا مطمئن. القائد والجندي وأي حدا وكل حدا بقاوم فلسطين هو حامل للفكرة. استشهد أي حدا من اللي ذكرناه فقط بيقرب النصر، وكلنا إن شاء الله على نفس طريق التحرير. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. بس والله يا جماعة الخير الآن بقدر أحكي لكم، إذا عجبتكم هاي الحلقة وهذا النوع من الحلقات انزلوا حطوا لنا أحلى لايك، وأكيد ما تنسوا الاشتراك ومشاركة هاي الفيديوهات مع ناس بتحبوها وبتحبوا تجوعوها. وبنحب نذكر إنه حلقتنا بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة 6، وسلام. إن تحريرها كلها قد بدأ والله ستتحرر. سلام عليكم.